بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء فرد ولا في السماء والسميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك على النبي صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. السلام عليكم اعزائنا المشاهدين، عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله عندنا تشكيله محشي بتنجان ابيض على بتنجان موف على بتنجان اسود. بتنجان موف اهو زي ما انتم شايفين ابو خدين ده، وبتنجان اسود وابيض، ثلاث تصنيف يا جماعه، ورابعهم الفلفل، يعني ثلاث انواع بتنجان ابيض وبنفسجي واسود وفلفل. النهارده ان شاء الله عندنا بطه كده هنعمل عليها المحشي دوت، زي ما انتم شايفين كده الفلفل صابح والبتنجان صابح، حاجه حلوه اهي. ربنا يسر لنا الامور، يسر لكم الامور. عندنا بطة زي ما انتم شايفين، اهي الدانال بتاع الفراخ ينضفها ما طلعش التنظيف بتاعها، بصوا عامل ازاي، عايزة شغل من شغل. هنحطها كده في، نحط لها دي وليمون، ونحطها بقى تحت الحنفية وننضف بقى فيها على قد ايه ما نقدر، كده كده بنشيل الجلدة بتاعتها دي، هنحصل عليها لمنها عشان انتوا طبعا عارفين ان البط بيبقى زفر، وهندعكها بالدقيق من بره ومن جوه وكده، انتوا شايفين اهو اهو. ربنا ييسر لنا الامور وييسر لكم الامور، وربنا يديم علينا نعمه ويخفصها من الزوال يا رب. زي ما انتوا شايفين كده عصرنا على لمنتين ثلاثه، وهحط لها دقيق، هندعكها كلها بالدقيق ونشيطها على البوتاجاز، وهننضف فيها على قد ما نقدر لان الريشه بتاعتها رفيعة ومصغنونة كده، هنحط لها كده دي ونتعب كده مشان ريحة الزفارة، طبعا زي ما انتوا عارفين ان البط بيبقى زفر وكده، يعني هنضع كده بالضيق ونعملها كده. يعني انتوا شايفين هنا بحط البصلة، انتوا شايفين اهو على النار، هحط لها حبة كمون، البصل كلها تستوي بسرعة يعني. دي قوطة حطيتها زي ما هنا كده بالمصفى، دي بتعمل تسبيكة للبنية، أنا حطيت معلقة بنية، البصل بتاعت حطيت عليها القوطة اهي زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها بقى ايه تاخد مع نفسها. هنا ديت البصلة ديت فرنتها للبشرها للمحشي، والقوطة دي التسبيكة حطيت عليها حبة توم نايمين عامل بيها البامية. هنا حطيت حبة زيت في الصينية عشان نعمل هنعمل المحشي بطريقة جديدة كده يا جماعة. دخل فيه توم المحشي، توم كده ايه دقاها كده، سويت التومة وحطيت عليها القوطة زي ما انتوا شايفين كده اهي. هنا دي خلاص كده استوت، هنا بجد كان المحشي لذيذ وطعمه مختلف، طعمه حلو بالتومه كده، نضيفها في بدر الزعفران زي ما انتوا شايفين اهي، بتديها لون اهي. ده هنا ملح والخضره بقى، سبكت حطيت الخضره زي ما انتوا شايفين كده، ده قرن فلفل كان في الخضره، هنقلب كده الخضرة كده على الخضرة، ده لسه رسبته زي ما انتوا شايفين، هنحط بقى الخلطة بتاعتنا كده. بص البطة بس قعدنا نعمل فيها قد كده، هنشيطها بقى على النار كده يعني. ربنا المستعان معانا ومعاكم ومع الجميع زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا حطيت ورق لورا،
وبصل وفلفل وقوطة وهنا كمون وكزبرة وفلفل اسود وروزماري وبودرة الزعفران ديت هحطه كده للبطة اهي. نحط فيها البطة بتاعتنا الجميلة دي اهو. بصوا اللي ما طلعش خالص اللي في الأجنحة دوت يعني. هنحط كده البطة بتاعتنا ونسيبها بقى ايه تستلق زي ما انتوا شايفين كده. بنحط نخليها تغوص في المية كده، نغوصها كده في المية عشان تعمل شوربة يعني وكده المحشي. هنسيبها بقى نغطي عليها. هنا هنعبي المحشي زي ما انتوا شايفين اهو، الخلطة الجميلة بتاعت ايمي دي. عبي المحشي بتاعنا الجميل ده، مبنهوش قوي، مش بيتملى قوي عشان ما يبذرش الرز كده. هنحشي كده ونرص كده في الحلة زي ما انتوا شايفين اهو. يلا ربنا يسلمكم. هنا قطعت عاملين فلفل اخضر حطيتهم في الصلصة بتاعت البامية. كمان بيجدد لنا طعم حلو مسكر كده وجميل والله يا جماعة. البامية زي ما انتوا عارفين البامية خلاص مروحة، دي بامية كبيرة مش صغيرة يعني. نقطعها وشايلة الحاجات اللي بتبقى السودا اللي في الجنب دي زي ما انتوا شايفين كده. ديت البامية بتاعتنا الجميلة اهي، ده طريف البامية. هنا البطة بس قلبتها كده بعدها كده خلصت على السوا. هنا دوت بتاعنا خلاص كده، هنولع عليه بقى على البوتاجاز. حطيت له رشة حبة ملح كده من فوق وهحطه كده الشوربة عليه كده ونسوي كده حلة المحشي الجميلة بتاعتنا دي. يلا ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال الجميع. هنا هنعمل ديت التومة للملوخية. ملوخية قادرة نحط من الترزان معاكم. هحطها في الفريزر. نعمل الخلطة بتاعتها كده، نحطلها الشوربة اهي. الشوربة بتغلي، هنحط الملوخية بتاعتنا كده. وما تنسوش يا جماعة تنورونا بالله كل اشتراك والشير، ولو أول مرة تشوفونا اشتركوا عندنا ونشترك عندكم، وربنا ييسر لنا الأمور ييسر لكم الأمور. هنا الملوخية الجميلة بتاعتنا اللي أنا كنت مفرزاها اهي. المحشي بتاعي مستوى جميل جدا يا جماعة، وبألف هنا وشوفة للي كان واللي ياكل. والبطة بتاعتنا الجميلة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت لها خلطة ولا حاجة، حطيت لها حبة زيت وحطيتها تحت الشواية. هنا المحشي بتاع أمي بصوا يا جماعة عامل ازاي، حاجة حلوة وحاجة جميلة. بألف هنا وشوفة للي كان واللي ياكل واللي شاف، ربنا ييسر لنا الأمور وييسر لكم الأمور. هنا البتنجان البنفسجي بتاع أمي. يلا ربنا يصلح حالنا وحال الجميع. الله يغفر لنا ذنوبنا اللي انت فتحنا كنا كنتم من الظالمين. وتفضلوا اتغدوا معانا النهارده بألف هنا وشفا، وربنا يصلح حالنا وحالكم. تشكروا تنورونا بالله كل اشتراك، ونشوفكم في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله.